اول لعيب انا مسكته 8 سنين شريف اكرامي، كان عنده 8 سنين سنه 1984، صغير جدا، كان صغير. شايف رحيله ازاي يا كابتن شط، هو وفتحي وعاشور هيأثر على الاهلي ولا لا؟ شريف اختصر الطريق، اللعيبه اللي ما بيلعبش يتصرف زي اللي عمله شريف، انا عايز العب. اللي عمله شريف ده لا يعيب اي، لا يعيبه ابدا، خصوصا المدرب مش عايزه، دي حاجه واضحه جدا. راضي عن اداء فايلر مع الاهلي ونتائج؟ ما اكمل لك بقى، اكمل لك بقى، عشان برضه حسام عاشور رجل خدم النادي الاهلي ده، ويعتبر ليجند، يعتبر ليجند زي الخطيب وزي مش عايز اذكر صالح سليمان، لانه حقق النادي الاهلي بطولات كبيره جدا، واتمنى اعتزاله في النادي الاهلي. وكانوا يبلغوك يا حسام انك انت مش هتكمل، ما تزعلكش، بلغوني انا ما اكملش، بلغوا كابتن صلاح عبد الحليم ما يكملش، بلغوا مش عايز اقول لك اسماء كتيره جدا، وقبل كده بلغوا صالح سليم ما يكملش لما كان بيلعب، وبلغوا قبل كده الدنيا كلها كده. ما تجيش بقى في لازم الاعذار، المدرب حس انك انت ما بتلعبش، يجي منك انت من نفسك كان بادر يا حسام، لكن عشان الماليات والعقود الاحتراب اصبحت كبيره جدا، يعني انت ممكن في سنه تاخد لك 15 مليون، اعتزل ليه؟ انا ايام اعتزلت لما كان باخد مكافاه 10000 جنيه و5000 جنيه لما اعتزلت، لكن لو لقيت حد يقول لي اقعد وما تلعبش وتاخد 10000 و20 و30 و50 وملايين كنت قعدت. لكن احنا زماننا ما كانش في حاجه كده، انك انت لما تحس انه في لعيب صغير طلع مكانك وانت بتلعب لازم لازم تويزدرو تبتعد. احمد فتحي، احمد فتحي طبعا فتحي اخطا، انا حزين على ذلك. عايز ايه؟ عايز ايه بالفلوس يا احمد يا فتحي؟ قول لي عايز ايه بالفلوس؟ تفرق 12 10 من 18 في سنتين ثلاثه اربعه الف وايه بتجيب لك المبلغ ده يا احمد؟ اديت في النادي الاهلي واعتبروك من الناس الاعمده الرئيسيه يا احمد. قبل ما كابتن شط نشوف ردود افعال الناس على طبعا سؤال حلقتنا النهارده، يعني نسال حضرتك شويه اسئله سريعه كده، ناخد من حضرتك ردود حضرتك على طول. افضل لاعب في جيل كابتن شط مين؟ خطيب. اكتر لاعب ارهق جوه الملعب؟ فاروق جعفر. مين افضل لاعب محليا وعالميا؟ محليا وعالميا؟ محليا وافضل لاعب عالميا. محليا انا بعتقد انه عبد الله السعيد في الفتره الحاليه، ومصطفى محمد ممكن. عالميا؟ عالميا طبعا ميسي، انا عاشق بيه ميسي، اعتقد انا عملت فيه، عملت تحاليل فنيه فيه في الاتحاد الافريقي ما حصلتش. مين الاقرب للفوز بدوري ابطال افريقيا؟ الاهلي. اسعار اللاعبين في الوقت الحالي طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ غير طبيعيه، دي مبالغ فيها جدا.